للمرة الأولى خلال ولايته لجأ رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى تفعيل صلاحيته بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب عملا بالمادة 53 الفقرة 10. قبله لجأ الرئيس الياس الهراوي إلى المادة نفسها وأرسل إلى مجلس النواب رسالة تتعلق بالزواج المدني، وكذلك فعل الرئيس إيميل لاحوت في العام 2005 مطالبا بتغيير قانون للانتخابات النيابية برسالة لم يؤخذ بها. إنها المرة الأولى وبدلا من العمل للتمديد يرسل رئيس البلاد رسالة لمجلس النواب يحض فيها النواب على انتخاب رئيس جديد للبلاد ويحذرهم من المخاطر التي قد تنشأ جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 أيار. حسب الدستور المادة 53 فقرة 10 يوجه رسائل إلى المجلس النيابي عند الضرورة، إذا بهيك حالة نحن على بعد أيام من استحقاق انتخاب رئيس جمهورية في لبنان ولم يحصل أي اتفاق بعد أو أي أشاير بتبين أنه في اتجاه لانتخاب رئيس جمهورية، هيدي من صلب صلاحياته وتقديره للضرورة وجه الرسالة للنواب لحثهم أنه تفضلوا انتخبوا رئيس جمهورية لبنانية. الرسالة التي تلزم الرئيس نبيه بري وفقا للدستور بقراءتها لا تلزم في المقابل النواب العمل بها. خلال ثلاثة أيام منذ استلام الرسالة بدعي رئيس مجلس النواب المجلس الانعقاد لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف أو القرار المناسب. هل هي موجهة يعني للنواب اللي ما عم بيحضروا ما عم بينتخبوا؟ هي موجهة لكل مجلس نيابي، في مجلس نيابي على أن ينتخب رئيس جمهورية. هي ربما خطوة معنوية قد لا تحرك شيئا في الجمود الحاصل في الاستحقاق الرئاسي، لكنها لا شك تظهر حرص سليمان حتى في اللحظة الأخيرة قبل مغادرته على الموقع الرئاسي من خلال التنبيه من خطر شغوره على قاعدة أشهد إني بلغت.